الرحيم مشاهدينا الكرام وتاريخ قنوات الكاس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيال تخيلوا الهيلق اول ما نزلنا اخذ المناديل قاعد يمسح الصحن. يا كذاب وين قاعد تمسح قمه يا سفير؟ على طول حطيتها على طول ما تضرقها والله ما تضرقها. اليوم يا شباب عندنا زياره حق بيت اخونا الجديد بيتنا. تبقى هل هل طبعا اللي ما يعرفون يا شباب هذا واحد من 10 البيوت اللي يملكها سبايكي ما شاء الله تبارك الله. هذه صالتنا يعني هنا تكوتنا ولا برا هنا في الشارع؟ شوي حركات بركات يعني واو 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 ما شاء الله ما شاء الله. هذه ايش اذا الواحد طفش من طفش من الحياه ولا ايش؟ هنا بتفنك هنا مصعد خلاص هنا قبري. لا ما ابغى اشوف وخر عني. كم دور؟ ثلاث دور. الدور الارضي الاول الثاني كويس الثالث دي. المهم ما شاء الله تبارك ما شاء الله ثلاث دور طلع المصعد بس يعني لا ما علي يعني بسم الله عليك بسم الله بسم الله بسم الله باي ما انت مرخوف في البيت. ما شاء الله ما شاء الله بس يعني صراحه جيت اكثر جيات يعني لا جيت بوقت يعني لسه ما قال خلاص يعني يا سلام. هذا وش هنا ندال جاسوسات؟ اتحداك تقول لي ايش ندال جاسوسات؟ هذا ايش تقول لي ليش حطوه هذا ليش سؤال يعني دش 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 فوق وش بيكون؟ خلنا نفكر خلنا نفكر شو؟ خش شوف خلني طالب ادخل شوف افتح الباب افتح الباب فتش الباب اسمعي مغرب مغرب والله مغرب والله مغرب شياطين بسم الله الرحيم والله شا يا ولد ما في زرفال ما في زرفال يا عيال ما في حبسني في المغرب مع اني جاي البيت والله ما شاء الله تبارك الله شوف ما شاء الله شوف عندك غرف كثيرة عطني غرفة يعني تكمل الليلة هذه انت لك البيت يا رب قلبي تدري ان انا مرة مبسوط لك والله العظيم انا وياك من الناس اللي بدينا نسوي في السوشيال ميديا وشوف انت الحين ما شاء الله شوف وين وصلت وين طلعت وش وش عندك الحين وش والله العظيم الله يبارك لك يا رب وباذن الله ابشر صحن الجيمات وصحن الحلقوم اول ما تكون البيت جاهز. يا ناس ترك الطاولات هذه كلها ما قعدنا اللي هنا والله ترى مو في لندن انت بالعكس وين؟ بعد هنا عادي على الباب خلاص سوي لي قهوه معك سوي لك قهوه ما ادري خلصت معاهم تتعلم كيف تحاسب وكيف قهوه وكيف ذا يكون عندك فكره يا اخي لازم تختلف على الناس بس مو كذا الاختلاف يكون وش الاختلاف حاطين كرسي سينا بس يعني اوكي يلا الله هذه كيكه الوالده الله يطول عمرها كيكه الوالده؟ ايه ان شاء الله عند اختياراتك يا اخي اثق في ذوقك يا حبيبي بس ما ابي اسمع كلمه دايت اكيد اكيد معاك انت معتز والله ما راح اسمع دام الشخص الطيب اللي مسوي لنا الشغل هذا كله يا لب قلبك طبعا اخوان انا الحين بسوي فقره بسال سبايكي وش اكثر موقف سويته نكبه او محرج ما تنساه يعني لو عدى 50 سنه ما تنسى الموقف هذا شوف مواقف كثيره بس انت تبغى اقوى موقف ابي موقف ما تنسى ما انسى حتى انا يعني تكلمت فيه في البث وكذا مره وش هو موقف ما قد صار في حياتي ابدا طبعا ده كلام زمان يعني زمان ما قبل السوشيال ميديا وانا صغير كنت في المطبخ والوالده قاعده تطبخ تمام تعرف الفرن تحت اخر شيء الغاز درج صح ايه كان وقتها في تسريب مويه غاز وانا جالس الوالده قدام تفجر غاز تفجر من تحت طلع نار اقول لك يا ساتر اي من عند الوالده طلع نار اول ما طلع نار شو تسوي؟ امك قدام شو تسوي؟ تنقذها تنقذها صح؟ ايه مع الباب انا والله العظيم يعني اني طلعت بر البيت وعارف صغير وقتها عارف مخيلات انك لما تجري ما تشوف لقطه البطل انه ورا يتفجر سلو موشن ايوه هذه اللقطه جت ببالي انه في ورا يتفجر كذا يا ولد امك لا مستحيل واني جلست عند سابع جار قاعد اطول اشوف بيت البيت يتفجر خلاص لا اشوفك تدخل المطبخ هنا
لا خلاص ده حلو عيش كبار تمام كيف. هذا موقف يعني اقوى موقف صار. لا موقف جامد والله اكشن مره يا اخوان صدقوني اعرف احافظ على فلوسي اعرف احافظ بس اعطوني فرصه اوضح لكم دقائق تشوفون هذه هذه يقولون تشيل التوتر فهمتوا كيف تشيل التوتر شوفوا كيف انا معصب متوتر الحين لا صرت هادي عرفت الحين روقت تشوفون تشوفون كذا شو طال شو دقيقه شوفون يا سلام والله ممتاز شوف والله انها فخمه لحوووو عشان كذا هذا الموضوع انا ما احب افتحه عندي في السناب مره شوف مو راضي يوقف اهدوا اهدوا شوي اهدوا ما في الا حد يمسح السناب غير كذا ما اقدر صراحه يا رب طبعا الجوال ما وقف اتصالات فراح نرد على اول اتصال ونقول اهلا اختي ما تحمل اوكي نسحب على اول اتصال طبعا جاء اتصال ثاني على طول دايركت ان شاء الله نفسيتها ما تكون نفس نفسيه الاولى نقول الو حبيب المواصفات هذه تحصل في الغابه ما عندنا يلا اوكي نسكر على اول اتصال والثاني شوفوا دائما الاخيره فيها خيره بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شباب تخيل ان هذا الايفون الجديد صب ورد نفس الشيء ما في زر هنا جديد ما اشوف وين الزر حبيبي شباب اي والله وش يسوي افتح الكاميرا اضغطه زر ينضغط اي والله عندك تصور فيه خلاص بشتري لا يا رب انا مصدوم لا رسميا انا الساعه 3:40 انا مصدوم تخيل يا رب انكم بتسلفون شخص على اساس في وقت معين يرجعها لكم ويجي الوقت الفلاني ويتعدى ويجي الوقت الفلاني الفلاني ويتعدى في الاخر تكلمونهم يقول لكم والله انت مو في حاجه الفلوس كيف حق فلوسي الله لا يوفقك تخيل يا ربع المفروض انا اللي ازعل صار هو اللي يزعل في هالحاله ايش تسوون ها يعني شوف كيف صارت معكوسة ومرات تكون مع بامي رسالة للي يدير ولا يتسلف ما هنا ويرجعها انتبه يا ويلك من الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه من أخذ أموال الناس يريد أتلافها أتلافها الله واحد من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أني مت في سبيل الله يغفر الله لي قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك إلا الدين لما تجي تدين ولا يا اخي ردها يا اخي وين انك تردها الله بيساعدك وبيعاونك لا تاخذ فلوس الناس وتحطها في جيبك انتبه على عمرك حي عينك شين. اتوقع ما في بيت في السعوديه ما يعرف شين وحتى اللي برا الربع شوفوا كيف الملابس الترتيب الشغل تعالوا احنا مقبلين على شتاء وش احلى من انك ما تشتري من عند شين شوفوا كيف التفاصيل اموت على التفاصيل التفاصيل هذه تهمني عرفتوا شوف الطجم الطجم شوفوا كيف يدخل انا تو صاحي من النوم الطجم شوف انا ما احب امدح نفسي لكن يا ربع شوفوا 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 الأناقة شوفوا الكشخة شوفوا الشياكة شوفوا يا ربع شوفوا ينفع مناسبات ينفع طلعات ينفع سفريات ينفع قعدات ينفع حتى جلسات أي شيء تبي الطقم ينفع معه سألتكم بالله شلون كيف يا ربع التقييم من واحد لحد يناقشني واحد من واحد يا ساتر غمضتها عشان ما تفيض فمطرت يا لبي يا لبي أنا ما أقدر أطالع نفسي بالكاميرا يا شباب شوفوا الشغل اتوقع هذا الطقم تلبس انت طالع كذا كوفي قاعده مالئيه عاد الله يكون بعونك بيسالونك من فين من فين عاد اول شيء تكبر بعدين يقول لهم ترى من شين اوكي معك قدر خصم طبعا يا ويلي ويلاه يا ويلي ويلاه خدودي احمرت خجل انا انخجلت يا ربع انا مخجول ما عاد ادري ايش جاني يا عيال شوفوا يا ربع مو معقول اخققكم يا لطيف اوه هنا بنطم قليلا
هنا بنطم قليلا لهذا الطقم. شوفوا كيف تحسونه كذا على مطر، تخيل كذا مطر نازل وانتم ماشيين، تصوير اسود وابيض، وتحطون ذيك شو اسمه ذا القصيده، تسبني ولاك فين تلحقني العار، اوف على ذا الطقم وانت ماشي، تكفون الحقوني الحقوني يا ساتر. على هذا الطقم اول شيء البنطلون هذا ينفع للنادي، مع النادي كذا ينفع، ينفع حق طلعات وخرجات، ينفع حتى قاعده بيت. شوفوا كيف البلوفر، شوفوا كيف الحركه اللي هنا، يعني شوفوا كان حركات بركات. تشوفون اقول لكم ان انا خمخمت للشتاء بشكل مو طبيعي، لان اكثر واحد متحمس للشتاء. تشوفون يعني تحسونها انتيك كذا، انتيك على كشخه في جيبين هنا. تشوفون كيف عندك تحط شيء جوه هنا، هذا سحاب ايش اسمه ذا شتوي على كشخي، عرفتوا؟ طبعا حلوين هذا كود الخصم حقي السانس، وانبسطوا واشتروا وكشخوا على راحتكم. الله يوفقكم جميعا ويسعدكم، ان شاء الله الاختيارات هذه كلها عجبتكم وانجو، لانهم دائما ينزلوا لكم قطع واشياء كولكشنات للشتاء وللصيف مره فخمه. بعيد عن الملابس عندهم اشياء ثانيه حتى تنفع للبيت او الطلعات او الخرجات او للسيارات، يعني عندهم مجموعه متنوعه من الاشياء ان شاء الله اللي تعجبكم. انجو حبايبي، شلونكم استانستوا؟ من كثر حماسي شريت هالنوع بروتين بطعم الكوكيز. انا كان عندي بروتين قديم، الله لو اوريكم طعمه علاقة ملابس، قلت والله مستحيل دامني راجع النادي وباكل هذاك، فشريت هذا طعم الكوكيز وشريت معه بغيت اقول كراتين كرياتين. هذا يقول لكم عشان يمسك العضلات اللي تقولون عنها فضلات اللي في جسمي، عضلات هذا راح يمسكها ان شاء الله، راح يوثقها. وهذا بطعم الكوكيز بروتين ان شاء الله يكون. وهذا انديا، احنا طالعين نتقهوى، طالعين نغير جو. لسه باقي مشاوير يا نيف، لسه باقي مشاوير عشان تتعلم بعدين المسؤوليه. ما ابغى اتعلم مسؤوليه، انا بطلع طالع معك قاعد احس بالمسؤوليه. ايه لازم يا اخي بطلع بتقهوى، نبغى نطلع في بعض الاجهزه يصرفونك فيها، ما هي اصليه ولا عليها ضمان. يا اخي ودي اني محل جبسيات واسلاك وكهرباء يا اخي، ابغى اطلع اشوف الساعه كم يا اخي بتقهوى. لين الساعة 11 قهوة، الساعة 11 تتقفل، كل يوم آخر يوم عروض لليوم الوطني، عشان كذا لازم مستحيل. ما عليك نيف، ما عليك. أنا استحيلت استحيلتني. يعني أنا يلا افتك من الصناعية الظهر وغدرة العيال ونطلع نتغدى، الحين أجي الغدرة صارت مو في النهار، الغدرة صارت بالليل يعني. يا أخي أنت اتصالك كأنك تحس فيا، تدري إني طالع من الساعة 2 الظهر وتو اللي جيت البيت. مو لازم تخلص امورك بالليل، عادي خلصها بالليل. بس بنروح بس نخلص عندنا عامل بس يبي رجعني. لا ما عليك ما عليك، رجعني اليوم بدلعك بدلعك اليوم. تدلعني توديني محل جبسيات واسلاك؟ لا بدلعك اسلاك كهرباء مكيفة. رجعني رجع ما يصدف، رجعني. شوفوا 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 شوفوا، انتوا شايفين خلصوا الحق عمليين خلاص، ترى ما في شيء نرفض على فكرة. ما صدقت على الله يا رب، انا اشتكي قدامكم، انا وناشد المتابعين وناشدكم. تخيلوا حط له كشر كوفي مستانس، رايح اقول له خذ يمين، يقول لي لا في خط سيده، اقول له خذ يمين، قال لي في خط سيده. خط سيده لوين الحين هالمره؟ محل مواصير. اقسم بالله قاعد لا تضحك عشان تطفي الجو، ترى ما امزح. لا ضحكني، خليني معصب. ما أدري خطأ كنت ولا الحظ ولا خطأ، سؤال منها الإجابات. أتوقع القهوة اللي قصدها هذه، هو قال بنروح قهوة بس ما حدد أي قهوة، فأنا أتوقع أن هذا القهوة اللي قصدها. خلاص الحين وقتي لو سمحت. هذا الحين وقتك، أنا خلص الحين. عمك يلعب. عمي مين؟ عمك ريال مدريد. عمك أنت؟ عمي طبعا ريال مدريد قاعد يلعب، فلو سمحت بمكان متابع فيه. أوه أنا زيك مدريدي في ذمات. اي من زمان اتابع ريال مدريد. هيا بشوف، اعطنا واحد من لاعبين مدريد. رضا تكر. وقالوا ان الحسد مرض خبيث يعذب النفس والجسد. الحمد
الحمد لله يا عيال النادي فاضي، اقدر اتمرن غلط على راحتي، الحمد لله لك يا رب.